ومعنا من مدينة ورزازات في المغرب عبر سكايب عزيز حلاوة، ناشط في مجال الإغاثة. مرحبا بك سيد حلاوة، ونتحدث عن المساعدات المقدمة للمحتاجين. هناك يعني ما زالت عوائل لم تصلها العديد من المساعدات، خصوصا الخيم للمبيت وللسكنة. بماذا تفسر ذلك؟ كما ترون هناك نساء وراء يدخلون في العراء ومستعشرات في السوق، فهناك الان خيمه واحده فقط كما ترون خلف الاسره. اذا هناك انه لا يستطيع ان يدعو الى غداتهم، كما تعلمون الناس يدخلون المنازل في الارض والخشب، فهي منازل حتى كما ترون يعني ورائي هناك النساء وكذلك هناك تضامن مهمه هناك عزيز حلاوة. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ونعتذر أيضا مشاهدينا لرداءة الصوت من المصدر.